مساء الخير على حضراتكم متابعي تليجراف مصر، لسه متواصلين مع حضراتكم لمتابعه هذا الحدث الجلل في هذه المنطقه، منطقه العمرانيه وتحديدا تحريق استوديو الاهرام وما تابعوه من العقارات المجاوره لهذا الحريق الكبير اللي على اثره كان للاسف هناك اكثر من 8 عمارات حتى هذه اللحظه. لم يتسنى حتى هذه اللحظه اصدار اي بيان رسمي من وزاره الداخليه او وزاره الصحه لمعرفه عدد المصابين اذا ما كان هناك مصابين، او عدد الوفيات اذا ما كان هناك وفيات، رغم تاكيد عدد كبير من الجهات الامنيه بعدم وجود الحمد لله حتى هذه اللحظه اي انباء عن الوفيات. لكن خليني اقول لحضراتكم المشهد الان تم السيطره بشكل جزئي على الحريق الاكبر داخل الاستوديو او استوديو الاهرام، تم السيطره على عدد من الشقق ومن العقارات جزئيا في هذه المنطقه، لان الحريق امتد لاكثر من عماره مجاوره خصوصا العمارات الملاصقه، وتسبب في هذا الحريق ايضا عدد كبير من المشاكل والازمات داخل هذه المنطقه. خليني اقول لحضراتكم كمان انه الاهالي جميعا، يعني خلفي زميلي العظيم عمر هيوري حضراتكم ان كل هؤلاء جيران واهل هذه المنطقه هم واقفين علشان بيحاولوا يساعدوا في نفس الوقت قلقانين بعد ما تم قطع الكهرباء وحريق. تعالوا كمان ندخل جوه ونشوف كمان الاهالي اخبارها ايه، لان الاهالي بتساعد بقوة مع الحماية المدنية اللي دفعت بتقريبا حوالي 40 سيارة من السيارات الحديثة والمتطورة، لانه كمان في المناطق الضيقة اللي زي ما حضراتكم شايفين دي بنشوف فيها وسائل جديدة من الاطفاء، محاولات عدة زي ما حضراتكم شايفين رجال الاطفاء والحماية المدنية بيقوموا بمجهود غير عادي وغير مقبول جدا. وهنتابع مع حضراتكم ونخش زي ما حضراتكم شايفين دي عمليات محاولة الإطفاء الكبيرة جدا اللي بتتم في هذا المكان الآن، مع عمليات كبيرة من رجال الإطفاء. خليني أقول لحضراتكم كمان إن الأهالي والشباب اللي موجودين، يعني بصوا زي ما حضراتكم شايفين في هذا المكان في نار الشجرة، والأهالي اللي حوالينا بيقولوا وبيساعدوا، وده بيأكد لحضراتكم إنه لسه كلنا بنساعد بعض. أهو هم دلوقتي وجهوا الناس، أنتوا حد مساكن من المنطقة هنا يا جماعة؟ حضرتك منين بقى؟ من يعني احنا من الشارع اللي جنب على طول. طب وحد لا قدر الله حصل لك حاجه عندكم في العماره؟ الحمد لله عندنا، بس في بيوت ولعت، يعني في شقق طار. ايه اللي حصل ما تعرفش؟ يعني في ناس اللي موجوده من المكان اللي كان اقرب للحادثه. فين يا باشا حضرتك؟ ايه اللي حصل يا باشا؟ مره واحده لقينا النار قالت مره. علي صوتك بقى ثانيه كده. اتفضل قول لي بقى بالظبط ايه اللي حصل؟ المنطقه لقينا النار قالت عادي، ثلاث دقائق لقينا عمليات انفجار، ثلاث عربيات تقريبا حوالين المكان، حوالين المكان ولا داخل الاستوديو؟ داخل الاستوديو. داخل الاستوديو. يعني كان في عربيات جوه الاستوديو هي دي اللي عملت الانفجار؟ اه طبعا. يعني كان في اقاويل بيقولوا ان كان في مشهد تمثيلي. كان في تصوير بعد التصوير. لا واحده واحده. كان في تصوير النهارده. ايوه تمام. تمام. وبعد التصوير تم اللي حصل اليوم. طمنونا بس على الصوت يا استاذ عمر. تمام. لقينا النار تمت بنفس الطريقه، بس كان العمليه صعبه جدا يعني، فاحنا كده الحمد لله. شوف لكم زمان النار اصلا شفناها من على بعد اكتر من حوالي 400 متر 500 متر، شايفين الله يعني النار صعبه جدا يعني. واحنا جينا للمكان يعني احنا بالظبط من حوالي من الساعه 2 السيارات ده. لا والله حاجه انفجرت بسبب النار، النار كانت شديده، فكانت في عربيات داخل المكان. عباره عن جمالون خشب، كل المنطقه دي خشب، استوديو كلها خشب. الخشب من شده النار الخشب بيقع على الشارع من بره، والخشب والنار مسكت في الشبابيك والبيوت. لكن المعلومه بتاعت انه في سياره مشهد تمثيلي كان بيحصل والسياره انفجرت وبعدين حصل. لا 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 ما نعرفش المعلومه دي، ما عندناش معلومه. لا 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 معلومه مؤكده بالحاجه دي. لا 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 لا. طيب خلينا نطلع مع حضراتكم ونشوف، وهنحاول انا وزميلي عمر طبعا اكتر من زميل لينا على تليجراف مصر زميلنا سامح وزميلتنا حبيبه. خلي بالك من نفسك يا عمر، ممكن اخد ايدك على مهلك، على مهلك خالص. احنا بنتابع مع حضراتكم بشكل واقعي ماذا يحدث. كل هذه الاثار اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي هي اثار ناتجه عن ما حدث. هنشوف دلوقتي مشهد قاسي جدا، وهو مشهد الدمار الشامل والنيران اللي زالت حتى هذه اللحظه موجوده. زميل عمر هيجيب. تعالى يا عمر، تعالى ما تقلقش، تعالى ما تقلقش، ما تخافش، لو لينا نصيب نشوف حاجه هنشوفها ما تقلقش. هنشوف دلوقتي مشاهد هي تذاع لاول مره من داخل الحريق، من داخل الاستوديو زي ما حضراتكم بنتابع. طيب تعالى نلف كده، لف كده، لف من هنا، لف من هنا. زي ما حضراتكم شايفين رجال الحمايه المدنيه بتقوم بمجهود
رجال الحمايه المدنيه بتقوم بمجهود جبار اهو زي ما حضراتكم شايفين، الاهالي بتساعد ورجال الحمايه المدنيه بتتابع، وزي ما حضراتكم دي هي المشاهد، المكان كله تحول الى رماد، وزي ما حضراتكم شايفين دول شباب كمان اهالي المنطقه، الناس المحترمه اللي بتحاول تساعد، ودي مشاهد حقيقيه بما نراه الان في هذا الحريق اللي تقريبا قضى على المكان باكمله وعلى اكثر من 8 عمارات حتى هذه اللحظه. بنتابع وبنشوف ماذا يحدث. واحده واحده بقى نتحرك واحده واحده كده عشان نشوف الناس. زي ما حضرتك حد ساكن هنا يا جماعه شاف اللي حصل؟ انتوا بتساعدوا كلكم، انا شايفك بسم الله انت اتبهدلت خالص، انت شايفك هات بس زميلي موجود هنا. ايه اللي حصل بقى؟ ديت كانت في خشب كتير هنا راح مولع مره واحده كده لوحده كده؟ لوحده كده. ايه موضوع انفجار العربيات المتتاليه دي؟ لا هي مش عربيات، التكييفات هي اللي عملت الانفجار. التكييفات احنا يعني كنا بنطفي جوه وفي تكييف فرقع. كنا بنطفي هنا جوه والخرطوم مفتوح، راح التكييف راح مفرقع نزل عليه. المنطقه دي كلها يا باشا كان كلها كده خشب، جوست ادوار خشب لفوق. الجوست ادوار الخشب دول طبعا مع الولعه وخشب ناشف ولع مره واحده في ثانيه الا ثانيه كان مولع. في ثانيه من بدري الناس بترن. كلام الشركه ما طفوهاش كمان. احنا شايفين دي الشركه لسه ما طفتش. دي شركه ايه بقى؟ الشركه اللي هي بتاعت اللي هي القماش والقطن والكلام ده. تعالى خلق زميلي عمر مراسلنا المحترم اللي كان متواجد زي ما حضراتكم شايفين. يعني خلي بالك عشان دي نار كلها بالمناسبه، بس شايفين دي الكراسي، دي الكراسي، وده حجم الدمار الكامل. حاسب كده بعد اذنك، ده حجم الدمار الكامل اللي حصل، ده حجم المشهد الكبير اللي بيتم في هذا المكان. حلو الاربع عمال دول، الاربع عمال دول زي ما حضراتكم بنتابع زميلي عمر بيوضح لحضراتكم، دي اقرب نقطه واقرب مسافه من داخل مقر او داخل الاستوديو تحديدا. احنا واقفين على ركام اللوكيشن اللي خاص بيه اكتر من مسلسل، وكان في يعني كان في ادعاءات انه مسلسل المعلم كان يتم تصويره هنا، وايضا كان هناك بعض اعلانات فوازير بلاتو اللي هيتم اذاعتها في النصف الثاني من رمضان ايضا كان يتم تصويرها، لكن الحمد لله حسب الاقاويل انه لم يتم اصابه اي من اعضاء العمل او من العاملين في هذا المكان. عندك معلومه عايز تقولها لي؟ البيوت بس. البيوت هي دي هنقولها حالا دلوقتي. طيب خليني اقول لحضراتكم بقى كمان على انه البيوت بالراحه بالراحه. العربيه بره وقعت بالراجل بتاع الاسعاف بالراحه. طيب واحده واحده، مش عايزين نقول معلومات مغلوطه. طبعا انا بس عايز اقول لحضراتكم انه كل الاهالي اللي موجودين نعد مع بعض كده، دي عماره متكونه تقريبا من حوالي 14 دور. ال 14 دور تقريبا منهم حوالي 10 ادوار، خصوصا خصوصا الشقق المطلة على الحاجة دي. أنا عمارة اللي هي الكبيرة ديت ما حصلش فيها خسائر دي، إنما من أول بعد العمارة الكبيرة دي واحدة اثنين ثلاثة أربعة ده كله مولع. الأربع عمارات الخمسة دول لغاية فوق خالص. كل من الأرضي من الأرضي لحد فوق، من الأرض لحد فوق، كل ده مش هنبان طبعا، لكن حجم الدمار اللي بنوريه لحضراتكم دلوقتي للأسف. لكن نرجع ناكد لحضراتكم حتى يتسنى لنا ظهور الحقيقه، لم يصدر حتى هذه اللحظه بيان رسمي يا اخو يعني ينفي او يؤكد ماذا حدث هذا في هذا المكان، لا يوجد هذا في حتى هذه اللحظه بيان رسمي من وزاره الصحه بعد المصابين او الجرحى او اذا قدر الله الحمد لله ان شاء الله ما يكونش فيه يعني اي شهداء في هذا المكان. وكمان لم يتسنى حتى هذه اللحظه التاكد من سبب الحريق، زي ما قلت لحضراتكم كلها مجرد افكار وردت لي بعض الشهود العين اللي بنحاول ان احنا نجيبهم وبيقولوا لحضراتكم اذا كان هناك انفجارات للسيارات، هل هي انفجارات داخل الاستوديو ام خارج الاستوديو؟ لما يتسنى لنا على الاطلاق تاكيد هذه المعلومه، لكن نحاول من قبل شهداء العين الموجودين. ايضا كان من يدعى منذ قليل على الهواء مباشره ايضا معنا منذ دقائق ان هناك تكييفات قط انفجرت فجاه ثم حدث انهيار لهذا الاستوديو، خصوصا ان منطقه الاستوديو كلها من الخشب ولذلك كانت هي سريعه الاشتعال. ايه اللي خلى بقى العمارات انه يحصل فيها هذا الاشتعال؟ ان الاستوديو عدد من الادوار كلها خشبيه، وبالتالي لما حصل الاشتعال حصل تطاير الشرار الخاص بالنيران. شكرا طبعا لحضرتك. انه انتفع مع الهواء وشدد التيار في هذا المكان، وبالتالي زي ما حضراتكم يمكن الصوره مش واضحه، لكن هول هذا المكان وهول الحريقه
هي اللي هتبين لحضراتكم. نتابع معاكم وبنقول ادي 1 2 3 4 5 عمارات على الارجح هم تحملوا لم يتحملوا هذه النيران والتهموا بكامل ما فيهم الشارع الاخر. وهنحاول نخرج مره تانية لان الاهالي كلها متكدسه في هذا المكان. لكن الحقيقه عايز اقول لحضراتكم بقى على مظهر ومشهد مبدع هو اللي زميلي عمر هيجيبه لحضراتكم. الشباب اللي كانت موجوده بص هذا مثلا هذا الشاب او هذا الرجل المحترم وهات زيه كده هو انت ايدك كلها بص شغال مع الناس بتاع المطاف. بصوا يا جماعه دول المصريين اللي حضراتكم لازم تفتخروا بيهم. كل الشباب اهو بصوا بص كنا واقفين معاهم بس انا حاسس ان انتوا يعني انت عليكم بهدير. لا انا واقف اصلا انا واقف من الساعه من الساعه واحدة واقف هنا وعاملين نساء بس هم بيحاولوا يمنعونا عشان لاجل سلامتنا احنا قايمين عليكم طبعا بس احنا بنحاول نسال عشان نخش جوه عشان قبل ما عربيه المطاف تيجي كنا احنا بنطف هنا بالخرطوم. ربنا يحفظكم يا رب يعني ربنا يكرمكم يا رب. زي ما حضراتكم شايفين دول شباب مصر المحترمه برضو اللي بتدافع عن ممتلكاتها وبنتابع مع حضراتكم. دي اقرب نقطه. مره ثانيه بنقول لحضراتكم انه انتم الان تشاهدوا داخل الاستوديو، انتم الان داخل بلاتو استوديو الاهرام، انتم الان في ركام استوديو الاهرام. زي ما حضراتكم شايفين الكمبروسر انفجر تماما. تعالى كده زميلي العظيم عمر اللي تعبان معانا الصراحه من الساعه 12 بالليل في هذا الحريق بيتابع. بصوا دي اثار الحريق الانفجار الكامل في المكان زي ما حضراتكم بنتابع وبنشوف. وده زميل طالع لايف من عينك وزي ما حضراتكم بنتابع دي رقم البلوتو. بصوا بقى يا جماعه نعم طيب دي رقم زي ما حضراتكم بنتابع احنا بنشوف المشهد. في هنا في هذا المشهد شباب مصر وشباب المنطقه بتحاول انها تساعد الاطفاء. في المشهد الاخر من الجانب الاخر من الاستوديو بتحاول الايه يا فندم؟ حاضر هنجيب لك العمايل طبعا. هات الناس كده تاني معلش هات الناس كده يا عمر والنبي. انت بتبهدل خلاص. لا احنا من الساعة واحدة واحنا هنا شغال هنا ولا ساكن هنا؟ مش من هنا اصلا طلبيه فيصل جاي مخصوص تساعد. انا شفت الولعة فانا جيت هنا مخصوص. احنا كنا واقفين مع بعض والشباب كلها واقفين مع بعضيها بس مع في هقول لك ايه. طيب حد شاف حاجه من اللي حصل سبب الحريق او حاجه؟ بدايه الحريقه انها كانت جوه مولعه وبعد كده فجاه واحده احنا حاولنا ان احنا نحرك العربيات اللي بره الاول. كان في عربيات جوه؟ لا احنا الانفجارات سمعنا ضرب 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 والنار عماله تعلى جوه. اضطرينا ان احنا كسرنا العربيات وشلناها شيل. نسمع واحده واحده لانه الكلام في الموضوع ده تمام. كتير احنا جدا. احنا فجاه انتوا كنتوا فين؟ احنا كنا بره الاستوديو معديين عادي نار مره واحده لينا نار. ممكن بس تيجي هنا كده عشان تبين الخلفيه بتاعتنا النار عمرك. عشان يبان الموضوع. اتفضلوا هنا كده يا فندم بس تعالى بقى كده واحترم بس انت متبهدل خالص كلك تراب ورمال. الحمد لله الحمد لله. قول لي بدايه النار ان احنا بدانا ان احنا نحرك العربيات اللي كانت بره الاول اللي كانت بره ان هي كانت جنب النار على طول. حركنا العربيات الحمد لله بفضل ونعمه من الرجاله كلها حركناها وشلناها شيل من شباب المنطقه والجيران وكله حتى اللي معدي بينزل من عربيته ويركب ويشيل على طول. خلصنا الحمد لله وطلعنا عماره نزلنا منها كبير وصغير. طيب ايه بقى موضوع الانفجارات اللي جوه الاستوديو؟ ما تعرفش الانفجارات دي جايه من ايه. ثلاث اربع مرات ورا بعض دب 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 فجاه لقينا العماير كلها بتمسك في بعضها. احنا مع ثاني عماره طلعناها كان ثالث عماره عباره عن تراب. طيب ممكن تطمني كده وانت بتساعد هل كان في بعض الاصابات اللي قدر الله؟ خالص الحمد لله ربك يعني يسرها ان احنا كلنا ننزل سلام. حتى اخر عماره اللي هي دي كانت صفت علينا اللي هي الخمسه من على الطريق. الخمسه من على الطريق دي حضرتك يعني قبل ما وصلنا لها كان في واحد في الدور الرابع عشان نطلع نجيبه كان الثلاث ادوار خلاص تراب. طب هو حصل معاه ايه؟ احنا الحمد لله نزلنا بيه سليم بسجاد بقى والناس بتساعد من تحت وكانوا طفوا الدور الارضي والحمد لله طلعنا جبناه بامان وسلام ونزلنا بيه. احنا شايف فيه برضو يعني سلالم كهربائيه هي للاطفاء للاطفاء وفي عربيه اتقلبت وهي بتطفي اتقلبت جوه النار يعني دي اتقلبت جوه النار. وكان في واحد جواه وقع في واحد على الونش واتقلب في قلب الولعه. ده اتقلب في قلب الولعه باذن يعني الحمد لله ربك يسرها وطلع بسلام. تاني بقى تاني كده انا شفنا عربيه مطافي مقلوبه كانت بتحاول وهي بتطفي وهي بتساعد رفع السلم اتقلب بالسلم جوه وكان فيها ناس جوه ده اللي وقع جواها. ده اللي وقع جوه النار هنا كده عشان تجيب الحريقه كلها الحريقه باينه كلنا ورا ده وقع جوه النار نفسها والحمد لله طلع بالسلامه. ده يعني حتى الناس من الابطال يعني ده بطل من ابطال المكان طبعا. واحد كان واقف هو طلع على الونش الونش اتقلب بيه يعني من ساعتها طلعت قلبه بوجع عليه يعني ده طالع الى كل المصريين
اللي يعرف هذا البطل لازم نحييه، لازم نطلبه، لازم نطمن عليه ونقول له الف شكر على اللي بتعمله. ندعي ربنا ان هو يتم شفاعه على خير، لان ده اكتر واحد يعتبر اتضرر في الناس دي كلها. ده كان على الونش، كان فوق خالص، كان فوق خالص، والونش اتقلب بيه. خليني اقول للمشاهدين اللي تابع بس لحضراتكم، انا شفناها، دي الحريقه الكبيره. خليني بس اوصف لك للي لسه مش فاهم ايه اللي احنا بنتكلم. ممكن نوسع بس كده عشان يجي الحريقه معاه. اتفضل. يعني خليني اقول لحضراتكم بالظبط اللي بيحصل. خارج هذه اللي في خلفنا دلوقتي دي سيارات الاطفاء، في منها احد الاوناش اللي بتحاول حتى هذه اللحظه على اليمين، معرفش باينه ولا لا، بتحاول ان هي تطفي النيران اللي موجوده في داخل العمارات والمجاوره. الونش ده من كتر عمليات الاطفاء، من كتر ما بيحاول يقرا يوصل لاقرب نقطه لهذه الشقق او اعلى منطقه كمان في الشقق، للاسف ما تحملش، او الميزان بتاعه ما تحملش، وبذلك وقع. يعني خليني اقول لحضرتك، بص زميلي عمر، بص الونش اللي فوق ده، ما اعرفش هنحاول اهو، اهو الزوم ده زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. الونش اللي انتم شايفينه ده عليه ناس دلوقتي بتطفي، يعني هو بس ممكن عشان الاضاءه فمش باينه، لكن لازم تبقوا فاهمين المشهد بالظبط. الونش ده بالناس اللي عليه اتقلب جوه النيران وللاسف سقط في هذه المنطقه. وطبعا ده من ابطال الحمايه المدنيه، لكن الحمد لله ما حصلوش حاجه الحمد لله. لا هو اكيد يعني هو طلع على المستشفى، لحد طلع على المستشفى، بس يعني الناس اصحابه كلهم طلعوا يجروا عليه جوه في قلب النور، لكن ما حدش شاف بالظبط اللي حصل جوه. ده البطل الاساسي. لا جوه البطل. طبعا وانتوا كمان ابطال، انتوا شاهدت يعني. احنا بنساعد، بس هو اللي اتاذى. انا مش شايف، لازم تشاهد. لا لازم بس نوري الناس المنظر. هو هات الراجل اللي بيعمل المايه ده، انت بتعمل ايه؟ قول لي. والله انا بقول المايه اللي في الارض قلب الجردل انا نزلت جوه الورعه فعلا. ده بطل ده، معاه. هاتوا لي بس الشاب، خد يا استنى، زي ما انت زمان. لا زي ما انت يا باشا، كمل. هاتوا تاني هاتوا تاني. بصوا بقى، بطل من ابطال مصر تاني مره تانيه، يعني شباب مصر العظام. انت بتعمل ايه يا علي؟ انا بلم المايه حتى لو في الارض، لو مفيش خرطوم بلم مايه من اللي في الارض في قلب الجردل، وبحاول اطفي، بحاول اساعد الناس. انت منين يا علي؟ انا من العمرانيه. ساكن فين؟ قريب من الحريق هنا؟ عند مستشفى اسلاميه. يعني بعيد قد ايه عن الحريق؟ يعني بحوالي 8 شوارع او 9 شوارع. انت عندك كام سنه يا علي؟ انا 20. 20 سنه؟ تدرس؟ تدرس ايه؟ معهد البطرون. والله؟ والله. وانت جيت مخصوص عشان تساعد الناس هنا؟ انا شفت الحريقه من فوق السطح، اضطريت ان انا انزل واساعد. كمل. بتساعد بقى عشان تعمل ايه؟ معلش، عشان اطفي الحريقه واساعد الناس، عشان اللي بدعوا علينا بس، وعشان ما انزلش لوحدي. خدت اخويا معايا. فين اخوك؟ اهو. انت اخوك؟ انت برضه متبهدل، ها؟ وعمال بتعمل بتساعد. معلش وريني انت بتعمل ايه بالظبط. انا بلم المايه حتى. انت بتلم المايه حتى بواقي المايه؟ بايدي. بايدك؟ وبعدين؟ مش هعرف المايه بالجردل، بلمها بايدي، بس المهم ان انا اطفي. تمام. وبعدين هتعمل ايه بقى؟ وريني كده، عشان بس لازم تفهموا قد ايه يعني احنا شعب متعاون ومحترم في وقت الازمات بنبان. هاتوا كده، استنى 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 بس يا عم، تعالى بس واحده واحده وريني بس. تمام، خلي بالك عشان في حلقة دي كل ده رماد. بص هو لا همه الرماد ولا همه الركام، وداخل. بص راح فين يا علي؟ هتقرب له يا عمر ولا مش هتقدر اخش له؟ طيب خلي بالك، العامة دي كلها ولع. خلاص بقى كفايه، عشان النار حرام. بطل فعلا، ولابس شبشب يا جماعه، صح؟ يعني دي مشاهده مهمه جدا. تعالوا ورا علي كده نشوف علي بيعمل ايه. استنى 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 استنى، عايزين نشوفك بس والنبي، انت بتعمل ايه بجد؟ عشان انا فاكرك بتمثل. اذا غني انا مش، بص يا جماعه، انا ماشي على ركام ومش قادر اتحملها. هو لابس شبشب. بعد اذنك وسع له كده، وسع له كده. لابس شبشب هو على فكره. هتعمل ايه بقى انت؟ بصوا عمل ايه؟ بيطفي النار بالطينه بالميه المتبقيه. انت بتدور على حاجه تانية تملى بيها. انت راجل محترم وشاهد. ربنا يخليك. بجد والله. يعني شكرا ان انت بتعمل ده لكل الناس. انت حاسس بايه دلوقتي من جواك؟ انا بساعد الناس، تمام؟ عشان ما فيش حد يتاذي وما فيش حد يتعور. وبنطفي يعني ايه؟ بنطفي المكان بتاعنا يعتبر. انا حتى لو انت مش شغال فيه، بس انت شايف ان دي ارضك وبلدك وبتحافظ عليها، بس لازم اطفيها. لو مش عشان خاطري، فعشان خاطر الناس الصغيره والاطفال والناس الكبيره. يعني في رمي الادق، الطينه والميه يا عمر، الطينه بالميه. بس المهم ان انا ايه؟ اطفي، بس ما اشوفش حاجه ولعه قدامي وامشي. بابا شغال ايه يا عمر؟ بابا مهندس تكييفات.
قول له احنا فخورين بابنك يا عمر. ربنا يخليك. والله فخورين بيه جدا. شكرا على انت بتعمله. ربنا يخليك. ده بطل من ابطال المحترمين شباب مصر المحترمه اللي بيساعد بميه وطينه عشان يطفي مع الحمايه المدنيه. نرجع مره ثانيه بنقول لحضراتكم ان حوالي تقريبا اكتر من اتفضل عايز تقول حاجه يا فندم؟ اتفضل. زي نرجع مره ثانيه لحضراتكم في اقرب نقطه، خليني اقول لحضراتكم كمان انه متواجد خلفي تماما من الجانب الاخر السيد محافظ الجيزه، السيد مدير امن الجيزه، السيد مساعد اول وزير الداخليه لقطاع الحمايه المدنيه، جميع الساده المعنيين في وزاره الداخليه متواجدين لانه في فرقه بحث كامله الان بتتم وعلى قدم وساق للتاكد ومعرفه سبب هذا الحادث وسبب هذا الخراب الكبير. حتى هذه اللحظه لما تسنى لنا زي ما قلت لحضراتكم انه التاكد من السبب الحقيقي وراء هذا الحريق الكبير، هل الحريق هو تفجير؟ يعني زي ما حضراتكم بنشوف زميلي عمر بيوريني المشاهد اللي لازالت. ده مبنى ايه؟ ده مبنى؟ مبنى اه، وبعدين ما فيهوش حاجه اساسا. اه تعالى يا باشا بتقول ايه المبنى ده ايه؟ مبنى مصنع قديم اه، وهو اساسا مهجور يعني. اه ما فيهوش حاجه. مفروض الحمد لله ما فيهوش حاجه. والنهارده الجمعه اساسا ما فيهوش حاجه، يعني احنا عارفين ان المبنى فاضي من زمان. ننفع نروح لهم دول؟ مش هنعرف نروح لهم. طيب خليني اقول لحضراتكم انه زي ما قلت لكم فيها قبل هذا اللايف انه بنسبه 80% تم السيطره على حريق الاستوديو، لكن الاهم والاكبر دلوقتي وهو ما يكثف من الحمايه المدنيه تكثف في هذا المكان دلوقتي ماذا يحدث هو العمارات العقارات. خليك يا عمر عشان بصوا يا جماعه الرماد، بصوا احنا بندوس على ايه دلوقتي، ما اعرفش باينه ولا لا، اهو اهو بص. طيب احنا في اقرب نقطة لأول مرة من داخل هذا الركام اللي أنا واقف عليه ده، بقايا ما تبقى من هذا البلاتوه أو هذا المكان الخاص بالتصوير. زي ما قلت لحضراتكم الآن شباب هذه المنطقة أهالي هذه المنطقة يعاونوا الحماية المدنية ل سلامة وأمن والحفاظ على ما تبقى من هذه العقارات، من هذه العقارات، هذه العقارات اللي لم يتبقى تقريبا أي معالم للحياة فيها، سواء من إيه عمر؟ دي بتزيد عشان الهواء طبعا، هات لنا كده تفضل يا عمر معلش. واضح إن في حد من الفروع حماية مدنية فوق كده. آه في زي ما حضراتكم بتشوف ده مش ناس، ده في ناس بكشافات فوق أهو، في كشافات أهي محاولة للسيطرة مرة تانية على المكان، ومنتابع مع حضراتكم وبنشوف في هذا المكان ماذا يحدث الآن. بنحاول إن احنا نور. بص بص وقت بص حتى بص الراجل ده راح فين لغاية فين؟ جبته؟ بقول لحضراتكم رغم إيه يا فندم؟ الحارة دي من سنة 93 البلاتو ده من لا الحارة ديت من أيام مسلسل المال والبنون الجزء الثاني المكان ده مشهد المكان ده من ايام المال والبنون الجزء الثاني الحاره القديمه الحاره القديمه كلها كانت مبنيه هنا يعني المال والبنون كله بتمثل هنا في وبعد كده فاكر اسماء الناس طبعا المكان. طبعا احنا صورنا فيها المال والبنون كله. بص 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 اتجددت في مسلسل الجماعه الحاره دي كل شويه شايفها مولعة. هات بقى دول، هات دول، هات النار دي احسن عشان النار دي صعبه. قول لي بقى يا باشا هنا تصور ايه اهم حاجه هنا بتقول؟ هي الحاره الاساس بتاعها اتعملت سنه 93 او 94 مسلسل المال والبنون الجزء الثاني. وبعد كده قعدت تشتغل على فترات. وبعد كده جه مسلسل الجماعه الجزء الاول والثاني تقريبا. وجددوها خالص. وبعد كده السنه اللي فاتت عملوا فيها بابا المجال، جددوها خالص. نفس الشركه ونفس الممثلين. وجددوها خالص. وبعد كده جاءوا عملوا فيها المسلسل المعلم. و اذا في هذا المكان بناكد حضراتكم على حسب روايه شهود العين او احد قاطين هذه المنطقه، حضرتك ساكن هنا فعلا؟ ساكن هنا وموظف هنا في الشركه. موظف هنا في الشركه؟ بقالي 30 سنه والله العظيم. اسم حضرتك ايه بقى؟ ماجد. استاذ ماجد. استاذ ماجد بيقول لنا معلومات مهمه وتراثيه مهمه جدا لتاريخ هذا المكان. اذا
احنا بنتحدث عن بلاتو من اقدم، مش بلاتو دي الحاره الاساسيه بتاعت الاستاديو، لوكيشن التصوير. لوكيشن التصوير البلاتو دي حاجه تانية. لكن ده لوكيشن التصوير، ده لوكيشن تصوير. يعني ده حاره يعني مرسوم فيها بيوت ومرسوم فيها عمارات فيها حاره من ثلاث شوارع. كل شارع كل شارع مش اقل مثلا من 15 محل. وشارع المعز كان معمول هنا. شارع الشارع الاول والثاني اللي هو النظام البلدي القديم. بخلاف بقى التجهيزات اللي حصلت عليه اللي هو المسلسل اللي احنا كنا شغالين فيه اللي هو المعلم. طب ايه المسلسل فعلا كان فيه بيتصور النهارده؟ احنا كنا شغالين الساعه 12 الظهر لغايه بعد الفطار. والله بعد الفطار عملنا مشهد. الساعه كام؟ طب ممكن بقى اسالك سؤال؟ انت الوحيد كده اللي هتقول الخبر اليقين. اتفضل. في اقاويل بتقول انه كان في مشهد تمثيلي تفجير سياره. وبعدين هذا النهاردة التفجير حصل. هو ده اللي ادى للموضوع، ما قدرتش يسيطر على الحريق. لا لا ما حصلش الكلام. لا لا لان احنا عملنا بريك وقت الفطار. فطرنا عملنا مشهد. بعد المشهد الحاره كلها اطفت ونقلنا في البلاتو. واشتغلنا في البلاتو هناك اللي هو لا مش هو ده، الناحيه الثانيه بلاتو واحد. ده نمره ثلاثة. ده نمره ثلاثة اتحرق برضه. لا ما الحمد لله احنا كنا ده التكييف المركزي بتاعه. التكييف المركزي تمام. واحنا كنا خايفين على المكنه دي لانها لا قدر الله لو حصل حاجه هتنفجر. عشان فيها فريون. فاحنا جرينا على ان احنا نحافظ على المكنه دي والعربيات اللي كانت جوه في الحاره. كان في عربيات عربيات شغاله يعني. معدات. جريتوا بيها عليها ونقصتوها. وطلعناها بره. طيب ايه اللي حصل بقى بعد ما النور قطع؟ او انتوا قطعتوا النور؟ لا هو بقى احنا بعد ما خلصنا المشهد بتاعنا. شغال يا استاذ عمر؟ احنا بعد ما خلصنا المشهد رسمي بنقفل بنفس الكهرباء عن المكان كله. المكان اتفصل فيه كهرباء من الساعة 9 10 لغاية مثلا الساعة 1 وربع بالليل. تمام. مطفية نهائي. مطفية نهائي. اذا مطفية نهائي يعني ما فيهاش حاجة. طب الكهرباء يعني امان بقى. يعني امان. صح ولا غلط؟ صح. ما تعرفش يعني انا واحد من الناس، انا يعني انا اول واحد شفت الحريقه وجريت انا وزمايلي وحاولنا نطفيها بس ما عرفناش. طب بدات منين الحريقه يعني؟ بدات من نص، من هنا. من هنا بالظبط. احنا واقفين في بدايه الحريقه بالظبط. بدات من هنا. من هنا وراحت سرحه بقى على خاتم المرسلين جوه لغايه بره. لان ايه اللي خلاها تسرح؟ ايه اللي خلاها تجري على 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 خط المرسلين؟ لان في المكان من اول هنا وانت طالع الحاره بقى الثلاث شوارع. و الثلاث شوارع بقى اللي كانوا بيتصور فيهم المسلسل. وكل مثلا ديكور دورين وثلاثه. ثلاث ادوار. بيوت يعني بقى. احنا بنتكلم عن ماله البنون والمعلم. وقلت ايه تاني؟ يعني في الجماعه. مسلسلات الجماعه يعني. في انا مش عارف اذا كان الحاجات دي غلط ولا لا، بس في ضمن الحاجه الاساسيه ان في اجزاء خانه كانت في الحاره اللي هي بتاعت الدكتوره زمزم. في الحدوته نفسها بتاعت المسلسل. وفي شقه بتطل على الحاره. كل دي موجود بديكوراتها الكامله. باكسسوارها بكل حاجه. بالاعداد بالانتريه بتطلع سلم رسمي وتطلع وتشتغل بكل حاجه. يعني الديكور كامل رسمي موجود. رسمي موجود موجود. حاسس كده عشان رسمي رسمي. الديكور بالشقق كل مسلسل المعالم تحديدا اللي هو كان شغال دلوقتي. صح. كان مين من الفنانين موجود بقى؟ لا كان الاستاذ طارق النهري كان موجود وكانت انتصار والاستاذ مصطفى شعبان شفته. كلهم كانوا موجودين تقريبا. مرقص برضه. الاستاذ طارق النهري موجود على فكره لغايه دلوقتي. والله؟ صعب عليها بامانه ربنا يعني. هو من ضمن الناس اللي جريوا عشان يطمنوا. طيب لكن ما كانش في تصوير حضرتك بتاكد؟ لا 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 لا. اذا متابعينا بناكد لحضراتكم رقم واحد، احنا موجودين في المكان اللي بدا فيه هذه النيران على حسب روايه الاستاذ ماجد احد العاملين بهذه الشركه واللي كان موجود كمان وقت هذا الحادث. رقم واحد هذا هو بدايه الحريق في هذا المكان تحديدا، بدايه البلاتو. حصل حريق فجاه بعد ما كان على حسب روايته انه لا يوجد تماما اي تصوير، اي اضاءه، اي كهرباء، اي من الممثلين او الفنانين داخل عمل. كان المكان فاضي خالص، ما كانش فيه اي حد. صح صح. ثم مش اقل من ثلاث ساعات. ثم من ثلاث ساعات يعني قعد ثلاث ساعات فاضي، ثم فجاه حصل اشتعال النيران. النيران امتدت او حصل فيها اشتعال صوت انفجار. هو بيقال ان كان في على ثانيه واحده انفجار. هو كان في لا انفجار. انا بعد كده عرفت الانفجار ده سمع للمحافظه تما. طب ثانيه واحده. سمع. طب انا فاكر في الثلاثيني سمع انفجار. طب ثانيه واحده.
اسمع هو اللي قاعد بقى 30 ده بعيد خلص. انت خلص احنا قاعدين هنا قصادك يا راجل. انا قول لي بقى لا انا احنا عرفنا بعد كده بعد ما طفينا والمطافيجات والدنيا اتقلبت ان كان في عربيه هنا بتاعت منفذ الديكور اسمه محمد محمود عربيه حمراء كانت في نص الحار. انا ما شفتهاش الله اعلم بس احنا سمعنا كده. انا اخويا الصغير نقل اكتر من 3 عربيات. منين؟ اخويا الصغير اهو نقل اكتر من 3 عربيات من بره. العربيات كانت بتولع. العربيات بره الاستوديو كمان كان بتولع. لا بره الاستوديو مش جوه. انا بقول لك انا بتكلم على اللي بتولع. انا هو بيتكلم على ثانيه. انا بتكلم على اللي حصل. انا بتكلم ان انا الاستوديو اول يا جماعه خلاص معلش احنا مصريين طبعا لازم نتجوز. لا بس خلاص مفيش مشكله. انا ما مفيش مشكله. انت حياتك الواقع انت الشاهد الحقيقي اللي واقع على الواقع. ده اللي انا شفته يعني. هم صدوا خارج الاستوديو. ده جدال طبيعي يا جماعه وده على الهواء بدون اي نفاق. استاذ بيجادل كمصريين نحاول نجود واحنا بنجود واحنا ما نعرفش والاستاذ بيقول الحقيقه. يعني حتى انا ليه دي حقيقه الوضع ان الاستاذ هذا الشاهد استاذ ماجد احد العاملين في الشركه هو اللي اكد لينا دلوقتي انه رقم واحد كان لا يوجد اي احد تماما في البلاتون لا هو عليه ده اقول صح ولا غلط صح. رقم اثنين الكهرباء كانت منقطعه تماما عن البلاتون كامله مفصوله صح. في هذا المكان كان في حارات شعبيه صح. وكان في بلاتو او مكان تصوير لمسلسل المعلم صح كده الخاص بالفنان مصطفى الشعبان. كان انتهوا من التصوير قبل الفطار ثم حصل بريك ثم انطفأت الكهرباء وانطفأ المكان وتم اطفائه تماما صح. ثم حصل اشتعال لبعض الحرائق في هذا المكان تحديدا بالظبط. المكان هنا عباره عن شارع شعبي شارع عباره عن شارع لمسلسل المعلم ويتخللوا كمان الشقة الأساسية. تعالى كده عم ماجد والنبي الشقة حضرتك في هنا كمان ايه ده في هنا 3 مخازن وهنجر كبير يا نهار ابيض ما لهمش أثر. يعني أنا اللي مقعدني يعني أنا جاي هنا امبارح الساعة 6 الصبح ماشي أنا جاي شغال من امبارح 6 الصبح شغال من الساعة 6 الصبح امبارح اللي مقعدني المخازن بتاعتي دي عشان اطمن عليها لأن في هنا مخزنين وهنا هنجر كبير. المخازن دي جواها ايه بقى؟ مصنعات. مصنعات زي ايه؟ مصنعات بيبان شبابيك حلوق بيبان تعالى هنا كده عشان بس الناس تشوف حجم النيران يعني مصنعات للديكورات نفسها يعني بيبان حديد بيبان خشب بحلقان ومن غير حلقان بيبان مستشفيات اللهم صل على سيدنا محمد مصنعات جبس ورش الجبس اساسيه جبس عشان العين فيها المجسمات. معلش نرجع بس لبقيه الاستكمال. اذا كان في العماره او الشقه الخاصه دي في مسلسل المعلم بكل ديكوراتها الانتريه والحمام والشقه والبلكونه وكل حاجه والسلم الداخلي صح كل ده صح. كل ده اتحرق طبعا 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 كل ده اتحرق ربنا يعني ييسر للناس كلها والشركه المنتجه تشوف حل لان كده بصراحه خسائر جامده جدا جدا يعني تقريبا احنا يعني احنا بنتكلم في خسائر على السكان في رقم. بص يا استاذ الحاره الحاره عشان يعني الحد الادنى ليها مش اقل مثلا عشان تعمل حاره زي دي دلوقتي مش اقل من 900,000 جنيه مليون جنيه يعني نتكلم على الحاره الواحده اللي هو الشارع اللي كان مرسوم هنا ممكن ومبني. ممكن تبقى تزيد انما ما تقلش يعني نتكلم في مليون. بصوا يا جماعه النيران نورت والنبي هات بس النيران اللي بتنور بخلاف الاكسسوار الاكسسوار ده حاجه ثانيه ثاني بخلاف المعدات خلاف المعدات فرب يعني انا واحد من الناس انا والناس الموظفين اللي معايا كنا حاطين امل ان احنا على الاقل نشتغل لغايه العيد وبعد العيد في شغل للاستديو كده خلاص الاستديو اتقفل. طب السؤال بقى المسلسل هيستكمل ولا لن يستكمل؟ الله اعلم دي مش بتاعتنا. انت على حسب خبرتك بقالك 30 سنه شغال. والله لو شركه الانتاج عايزه تشتغل بكره هتشتغل. المصريين ما عندهمش. طب ممكن هسالك سؤال تاني هل المكان ده كله متامن عليه؟ هو كتأمين من ناحية الطفايات والأمن الصناعي متأمن عليه والحارة نفسها في هنا ثلاث مخازن مية جاهزين لأي حاجة. طب وإيه اللي حصل معاك ما لحقتش؟
ما لحقتش ولا ما كفتش النيران؟ لا لا ما لحقت الناس ما عرفتش يوصلوا للخزان، لان في هنا لو النهار اما النهار يطلع هتلاقي ثلاث خزانات ميه موجودين بخراطيمهم، لا على الارض على وش الارض بس خلاص اتحرقوا. اه هتلاقي، لا هم هتلاقي اثرهم موجودين لحاجه زي كده، وعندك حلفيات ميه على الاسوار، وعندك طفايات حريق. كل ده ملحقش شغال. اه يعني انا 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 عن نفسي مسكت ثلاث طفايات وفضيتهم بس ما قدرتش عشان الحريقه كانت كبيره. طيب ارجع تاني، هو اصلا البلاتون كله يعني ملك لمين؟ شركه مصر للاستديوهات. شركه حكوميه وطنيه. اه شركه حكوميه. الشركه المصريه الثقافيه للسينما تقريبا اسمها كده، المسمى الجديد يعني. زمان اسمها زمان كانت ايه؟ بس هي في الاساس شركه مصر للاستديوهات. شركه مصر للاستديوهات. والدي اساسا كان هنا وطلع من على المعاش، يعني من الناس اللي بنوا الشركه. وحضرتك برضه ما شاء الله يعني من الله الناس العظيمه والجميله. الله يكرمك. قلت الحقيقه ووضحت الموضوع كله. الله يعني انا شغال، يعني انا عندي 54 سنه، من سن 7 سنين باجي للاستديوهات. يا نهار ابيض، ده العمر بقى كله كامل. لان المدرسه اللي كانت قدام الاستديو كنت انا فيها، واول دفعه سته خرجت منها. انت كده حضرتك عشت كل المسلسلات والحاجات اللي اتعملت. انت قلت لي بقى هنا كان في مسلسل ايه وايه وايه وايه؟ هنا اتصور، هي في الاساس اتعملت لفيلم البؤساء بتاع فريد شوقي. فريد شوقي اول حاجه، ده انا ما شفتهاش بعيني. بس الناس الكبار حكوها لي. ثم ده الاساس. بعد كده بقى اتطورت، انا جيت سنه 93 كنت شفتهم بيعملوها عشان المسلسل المال والبنون. يعني بنتكلم في فريد شوقي ثم عظماء المال والبنون اللي كلنا تربينا عليه واجيالنا كلنا اتربى عليه. طبعا نص الناس دي مش عارفه المال والبنون. لا لا تاريخ نصهم مش عارفين المال والبنون. مش عارف المال والبنون انت طبعا؟ ما تعرفش اصلا مين اللي كان بيمثل في مانو مانو؟ الاستاذ حسام الدين مصطفى. انت من جنة تعرف مانو مانو؟ حدش يعرف مانو مانو. الاستاذ حسام الدين مصطفى في اهم مشهد وفي وجدي والاستاذ في اهم مشاهد والاستاذ اسماعيل عبد الحافظ. ايوه طبعا الناس ديت تعرف مانو مانو؟ بيشتغلوا على طول هنا برضه. يا نهار اسود. الجيل بيضيع. ما هي دي المشكله. الجيل بيضيع. مش عارف مانو مانو. مانو مانو محدش عارف مانو مانو. يعني مخرجين مصر كلهم اشتغلوا. ده في سلوجان في المسلسل ده يا جماعه وفي تفكير، يعني مخرجين مصر كلهم اشتغلوا هنا وكانوا بيستنوا. اتعمل فيه جزء كام؟ الجزء الاول والثاني. الاول والثاني. انا اشتغلت الجزء الثاني كله. عشان كده ليا ذكريات معاه يعني. وايه تاني حصل بقى؟ وبوابه الحلواني. بوابه الحلواني هنا برضه. مسلسل الجماعه قلت لي. والجماعه اتعمل هنا. ومسلسل ايه تاني؟ بابا المجال. بابا المجال. بابا المجال ده السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. ده جديد. لا 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 في الجامع. المداح اتعمل هنا. المداح اتعمل هنا ولا المداح؟ ولا ما اتعملش هنا. اذا بنتهي مع حضراتكم مره ثانيه نتعمق في داخل هذا الركام وبنوري حضراتكم. هي انا عندي سؤال بس. مش عايز تدخل ايه؟ ما هو اكيد في حل. عندي سؤال بس، هو ده ايه ده يا عم ماجد؟ ده بوي عمال يتولع تاني. ما هو ده الاساس. هي الحاره بدات من هنا. انا لو بص انا خلي بالك بس تعالى بص حضرتك. هو ده الاساس. البويات ديت بويات ومواد قابله للاشتعال. خلي بالك ده رماد منور. دي المادة القابلة للاشتعال اللي عملت المشكلة كلها بقى. هي دي. ليه؟ دي بويات ومؤاخذة ورق وخيش. معلش يا عمر حاول تقرب ناخد فيديو ممكن؟ مع خشب. طيب متابعينا ده المكان على حسب رواية العم ماجد أحد العاملين في هذا المكان. ده جزء من الأسباب. إذن على جهات التحقيق متابعة هذا الفيديو لأنه هذا هو المكان الاول لبدايه الحريق على حسب روايه عم ماجد احد العاملين هنا منذ تقريبا حوالي 30 سنه وكان كمان يحضر ليله هذه المكان. بصوا النار، انت حطيت جبس عليه صح؟ برافو عليك. هيولع تاني لانه دي لا لا طبعا ما يدينش حد. انا ماليش علاقه، انا مش جهه تحقيق، انا بس بنقول التسلسل ده. دي كلها بويات. مركونه على جنب. لا مش مركونه، ده متجهزه للشغل. دي جاهزه للشغل. يعني هي مش مركونه. بتاع بيسيك
يعني هي مش مركونه. ده هم مجهزينها للشغل. يعني دي كانت جاهزه للشغل. بدات الحريقه هنا. وراحت منتشره. وبدا بقى ينتشر في المكان كله زي ما حضراتكم شايفين. طبعا زميلي عمر هيوري حضراتكم انه لسه العقارات حتى هذه اللحظه بتشتعل. في ناس فوق وفي حمايه مدنيه على ايدك اليمين اهي شايفها يا عمر. كان طالع بينور عشان يوري الناس. ان شاء الله الاضاءه تبدا تشتغل شويه تجيب الناس. بنشوف وبنتابع مع حضراتكم. خساره خسرتها الناس دي. طبعا طبعا طبعا. في الاستديو. مستعد خسب اللي ولا. يعني دي جمله برضو مهمه جدا من احد الشهود العيان اللي موجودين او من الناس اللي موجوده مجاوره لينا. يقول لك انه في النهايه احنا بنتكلم على حريق خشب. شوارع تمثيليه لكن الاهم والاضخم والاكبر هم اصحاب هذه العقارات، اصحاب هذه العمارات. روح عشان البكسله. اصحاب هذه العمارات. فين بقى الورقه دي بقى؟ دي فين؟ الورقه دي قامت. مطافي مطافي يا جدعان هنا. الورقه قامت هنا. مطافي ممكن يا عمر تمشي تاني. يلا طول روح. ايه؟ دي ولعت تاني. ودي ولعت تاني زي ما نشوف. دي ولعت تاني. زميلي عمر بينتبه. الحريق بيقوم مره ثانيه. الارض مطلعه علينا سخونه جامده. والله طب حاسس ان الارض مطلعه. خلي بالك من نفسك. عشان لابسين قماش. بس اقول لك على حاجه. لو اتكعبلت في حته عيل كان شغال في المهد معاهم عارف الدنيا ماشيه ازاي. طب هاتوا لنا. طيب هاتوا لنا هاتوا لنا. في انفجار. انا عارف الكلام ده. في انفجار يا اسطى كان شغال. يعني بس نتابع مع حضراتكم متابعينا متابعه الاجراف مصر. لا تعالى بلاش هنا عشان في ركام كبيره ونار. تعالى نعدي من ورا ثاني. ونقرب اكتر لعمليه الحريق اللي بتتم زي ما حضراتكم شايفين. خلي بالك النار اللي تحت رجلك. طبعا يعني بنحب مطافي دي ولعت اهي. طبعا هو الراجل ده يعني عايز اقول لحضراتكم ان هم 99% من جميع المتواجدين هنا ما عملوش او تحديدا بالظبط شربوا كوبايه ميه واحده قبل الفجر. وكان في بقى بعض الاهالي ودي طبعا من عظمه هذا المكان واهالي المجاوره كانت بتوزع عليهم ميه وتمر خصوصا بقى الناس اللي احنا هنروح لهم دلوقتي. تعالوا بقى نوريكم كمان. احنا هنسكت ونستمع للحمايه المدنيه اللي بتحاول. طيب انا بس يعني عايز كان نفسي طبعا النهار او النور يكون باين انه هذا الرجل المحترم من الدفاع المدني بيرتدي فوق اللي واقف عن فوق الونش بيرتدي انبوب اكسجين لضخامه وقوه الدخان اللي موجود وبيحدثهم عن طريق اللاسلكي او عن طريق مكبر الصوت اللي موجود. تعال تعال تعال. حبيب جبس طفيها؟ حبيب جبس؟ طفى بجبس بالظبط؟ الله ينور. يلا. بنتابع مع حضراتكم متابعه الاجراف مصر، ماذا يحدث؟ وما هي هذه اللحظات الذي أو المكان الأول لبدء الحريق؟ هذه هي اللقطات الأولى والأهم في تفاصيل هذا الحريق من داخل البلاتو، من داخل الاستوديو، من داخل رقام هذا الاستوديو. بيندلع حريق آخر وبيحاول الحماية المدنية والدفاع المدني السيطرة على هذا الحريق. شوفوا الرقم زي ما حضراتكم بتتابعوا. هذه هي الرقام. سيبوهم يشتغلوا يا جماعة، سيبوهم يشتغلوا. معلش يا ريس معلش معلش. الناس يا عيني طبعا كله بيحاول. فين ده؟ خافش يا عم. انت بتخاف يا عم؟ يا عم ما تخافش. شاهد بس قول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. خافش. احنا هيطلع هيطلع احسن منهم اهو يا عم. يقول هناك كهرباء ما تخافش هيطلع. طيب خايف ليه؟ انت خوفت الراجل يا عم. بص بقى بص الحمايه المدنيه اهي بتحاول. شهيد العمل شهيد العمل اهو. ما يا جماعه سيبوه هو عارف شغله. احنا بنحب نفتي في اي حاجه. هو عارف شغله ده واخد تدريبات احسن مننا ده. شايف الارض بتطلع نار ازاي؟ لا لا خليك بس معاهم في الاضافه شويه كده. والدخان طبعا العظيم. انا بس عايز اوريكم متابعه الاجراف مصر. بصوا الركام
احنا بصوا الركام مليانه النار ولا احنا طبعا الجزم كلها ساعد ساعد. يلا يا رجاله ساعدوهم بقى، يلا يا رجاله ساعدوهم. بصوا بقى المصريين يا جماعه، يلا خش 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 ساعد. يلا بص بص يلا معاك يلا معاك يلا معاك يلا معاك خش 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 اتحرك معاهم. خش طب انا داخل وراك معاك. الواد مولع يا جدعان. اه طب هدلدالي يا عم. انا شفت المصريين وشفت اللي حصل فيا دلوقتي على الهوا. طبعا انا كنت يعني بتنطط كده عشان احاول ان ابعد عن النيران. طب استنى بقى انت مطمن علي انا. انا بقول لك ساعدهم مش موقعني انا. احنا على هوا شفناك على فكره. بصوا بقى الحمايه المدنيه طفت الميه. يلا ادوله خرطوم ساعدوه بدل ما تتفرجوا علينا. بس كده حاسس بس ايه ده ايه ده ايه ده. تعالى يا ريس كده لورا. اوعى كده تعالى كده ارجع يا عمر. ايه يا عمر؟ بس يا باشا سيبه على كده سيبه على كده. انا نزلت جوه البتاع حسيت بنار جوايا. حسيتنا ايه البتاع ساح. بصوا يا جماعه ساحت والله. يا نهار اسود النخل كله ده خلي بالك منه. احنا فوق النخل اللي مولع. بصوا النخل. انت اقسم بالله اكتر واحد لعبتنا في المكان ده. الراجل ده من الاول كنت عملت معانا بقى. انا زميلك وجوزك كنت بتبص مع الناس. بص انت راجل فين؟ انت مين فين؟ تعالى. طب تعالى اطلع عشان نحكي لنا محترم والله. ده تليجراف؟ اه. بصوا يا جماعه احنا بصوا احنا دوسنا في الرقم ده في الرقم دي. بص الاوضه فوق ثانيه بتولع. ماشي ثواني بس اوريكم. بص بص كوتش ساح ساحت خلاص. ده معناه ان طب هاتوا هاتوا منها هاتوا منها هاتوا منها. النخله دي هتولع النخله دي هتولع النخله دي هتولع. امنه طيب واخد النخله دي تحت في الارض في الارض. اذن مره ثانيه بنتهم مع حضراتكم من تليجراف مصر. بنقول لحضراتكم ان احنا رصدنا حقيقه ماذا حدث، حقيقه الامر، حقيقه ماذا حدث في هذا البلاتوه. هنا في هذا المكان تحديدا بدأت الحريق في هذا المكان على رواية عم ماجد، هو أحد العاملين في هذا المكان. بنتابع مع حضراتكم هذه الصور الأولى والحصرية والمباشرة. ما تخافش يا عمر تعالى. الكوتش ساح بتاع عمر زميلي وكوتش ساح أو الشوز بتاعتنا ساحت. طبعا لازالت محاولة للسيطرة على هذه المنطقة. الدخان يملأ سماء الجيزة، سماء مصر الآن يملأها الدخان. وأبطال من الحماية المدنية، أبطال من الشباب المصرية، أبطال من كل قرية وكل شارع قريب من هذا المكان. انظروا إلى هذا البطل من الأبطال من الحماية المدنية اللي موجود. هذا البطل صائم لم يقم بأي سحور الا فقط محاوله التهدئه. بصوا بيحاول. انت اتسحرت يا ريس؟ ايه؟ لا والله ما شفناه. ما شفتش السحور والله لحد دلوقتي من الساعه 2. من الساعه 2 بس الموضوع صعب. ها صعب. كتر خيرك. شكرا. صعب بيقول لك والله ما اكلت ولا شربت ولا اتسحرت اي حاجه. كان يهمنا ان احنا نطفي المكان. خليك اني اقول لحضراتكم ان مش ده بس. الشاب اللي ورا اللي بتشوفوهم واللي لسه كمان الضباط والعساكر والامناء والمساعدين كل القيادات هنا. هات الشهادات للدفاع المدني. بص تعالى كده روح له. بصوا يا جماعه احفظوا وجوههم. تعالى كده. لا هم يمشوا كده. احفظوا وجوه هؤلاء الابطال. لازم نكرم كل هؤلاء الابطال. احفظوا وجوههم. بصوا بصوا هذا الرجل المحترم خلاص يعني مش قادر. احفظوا وجوه هؤلاء المحترمين لان دول ابطال هذه الواقعه دلوقتي. بصوا حضراتكم اتسحرتوا اي حاجه يا جماعه؟ كلتوا اي حاجه طيب؟ ما لحقتوش يا عيني. ها؟ ما لحقتوش. لا
ها؟ لا ما تسحرش. ما اه. الهم حاجة إنك تشوف شغلك والحريم، آه. صح؟ صح؟ اه. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك يا رب. دول أبطال، احفظوا وجوههم، احفظوا وجوههم، احفظوا وجه هذا الرجل المحترم. احفظوا وجوههم عشان دول أبطال مصر حقيقيين اللي بيحاولوا يعملوا كل ما في وسعهم. بصوا. الله. لولا التدريبات اللي خدوها، لولا الحاجات اللي اتعلموا عليها عشان يتعلموا ويفهموا ازاي يطفوا حريق في هذه المشاهد القصوى، في هذه الظروف الصعبة، في هذا الصيام الكبير اللي ان شاء الله يكون عونا لهم ويكون ربنا بيساعدهم في هذا الحريق الكبير. شايفين حضراتكم الونش ساح، العربيات وقعت. اكتر خسائر موجوده كمان بجانب هذه العقارات هي دي طبعا حاجات خاصه بالديكورات كلها اتحرقت. الدخان ده يا جماعه لوحده ممكن يموت مئات وعشرات من المصريين، بيعمل لهم عمليات اختناق لان احنا كلنا اصلا مش قادرين نتحمل، ما بالك هم. بصوا على وجوههم وشوفوا حجم الارهاق، لكن هؤلاء متدربين على مثل هذه المواقف. ده مش تجربة تدريبية، احنا امام تجربة عملية حقيقية لما يحدث في هذا المكان. مرة تانية بنقول لحضراتكم اوعى تصدق اي اشاعة، لان الواقع الحقيقية بتتكلم وبتقول انه ايه؟ مع دول شباب طبعا لسه جايين صاحيين، جايين يهزروا، ما لهم مالناش علاقه بيهم. احفظوا شغلهم برضو عشان يعرفوا ان احنا بنوري حضراتكم الفرق بين الشباب اللي جاي تساعد وبين الشباب اللي جاي تهزر. فرق يعني فرق شاسع. بص الراجل المحترم واعمل تاني كده، اعمل ايدك طبعا حقيقي. شكرا. انت ما شفتش هدومك؟ تعمل ايدي؟ فاحنا ايه؟ ما تجيبهمش بقى يا باشا، دول بيهزروا، نخلي الناس تعرف ان هم بيهزروا. بيهزر ايه على طول يا باشا؟ زي ما حضراتكم شايفين لسه. بص هو دلوقتي بيدمر. تعالى كده، تعالى انت كده بتقتل اي بقره رماد جوه شغاله، صح؟ اسمها تبريد، دي عمليه تبريد كده كامله، تبريد كامله دي كده زي ما حضراتكم شايفين. تاني هقول لحضراتكم تاني ايه يا فندم؟ عمليه اخماد بقى، دي الاخماد والتبريد زي ما حضراتكم شايفين. اسمها عمليه ايه يا فندم؟ اخماد. اخماد وتبريد. اخماد وتبريد. اخماد توريه عشان ما يحصلش اي بقى عمليات ايه افاقه تاني للنار، عشان ما يحصلش اشتعال تاني. اشتعال تاني خالص. خالص ايوه. كده بنسبه كام احنا تقريبا قضينا على الحريق؟ كده بنسبه 90%. 90%. كل اللي باقي ده بقى يعني بنبرد كده عشان خاطر ما يتولعش تاني. اه. ربنا يعينكم. شغال من الساعه كام؟ شغالين من الساعه 12 واحده كده. واحده بالليل. واحده بالليل. شغالين واحده. احفظوا وجوههم تاني يا المصريين. دول ابطال حقيقيين هيتكرموا مننا، نقول لهم شكرا، واكيد الدوله هتكرمهم على كل مجهودهم. بصوا زي ما حضراتكم بتتابعوا الناس كلها شغاله، القيادات كلها واقفه الناحيه الثانيه. عندنا محافظ الجيزه، عندنا مساعد مدير، السيد مدير امن الجيزه، السيد مدير مساعد الوزير للاداره العامه للحمايه المدنيه، وايضا كمان قيادات امنيه من وزاره الداخليه كانت متواجده خارج هذا المكان. بيتم التحقيق وبيتم معرفة أسباب الحادث، لكن انفردنا في تلغراف مصر بتفاصيل ما حدث في هذه الواقعة في هذا المكان من خلال رواية عم ماجد أحد العاملين في هذا المسلسل وفي هذا المشهد، وقال تحديدا أنه بداية من هنا بدأ الحريق، وأنه ما كانش فيه أي عمليات تصوير لأنه المكان كله كان مطفئ بين الكهرباء على حسب روايته على عهد عراوي، انه لم يكن هناك اي مسلسل اي عمليات تصوير. لكن تعالوا بقى نقرب لعمليات الكارثه الاكبر والاهم هي العقارات. تعالى زميلي عمر هيجيب لنا بقى العقارات. عمر زميلنا موجود هنا من الساعه 1 بالليل. عمر انت حضرت وقول لنا بقى يعني كده برضو التفاصيل. بنتكلم على ادي دور، دور 2 3 4 5 6 شقق اتدمروا بالكامل، ده في عقار واحد. العقار الثاني 6 شقق، بنتكلم في 6 شقق. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 لم يتبقى. ممكن ننظر لهذه الالم، لنظر هات الاهالي دول، الاهالي اللي فوق دول زي ما حضراتكم بتشوفوا.
السلام عليكم. ربنا يعينكم يا ريس. طبعا العماره كلها راحت، كل الشقق كله. انتوا سلام اهم حاجه، انتوا كويسين يا رب، ربنا يعينكم. حقك علينا والله. في حد حصل له حاجه ولا كله تمام؟ كلكم الحمد لله؟ مفيش اي حاجه اتبعت من عماره؟ كله ولع؟ طيب تعالوا بقى نوريكم كمان. اهدى بس اهدى. دي عماره كامله ودي العماره اللي كامله. هوريكم بقى مشهد من المشاهد اللي بقولها حضراتكم لازم نوصفها، لانه ده بطل من الابطال. طيب خليني اقول لكم بقى على المشهد اللي كان فيه بطل من ابطال الدفاع المدني، ولازم طبعا انه السيد وزير الداخليه يكرم هذا الرجل او هذه الفرقه تحديدا اللي كانت موجوده على هذا الونش. قوه النيران، قوه النيران، وانه هذا الونش كان بيحاول هو وزملائه من العاملين بالدفاع المدني كان بيحاول يوصل لاعلى نقطه واقرب نقطه من العقار اللي كان فيه النيران بشده بتحترق ولا زالت جزء منها حتى هذه اللحظه. ايه اللي حصل؟ زي ما حضراتكم شايفين، هو اللي وقع الونش هو حاول يطلع للفوق ولا النيران مسكت في ال الصهد جه عليه؟ لا عشان ممنوع، واتقلب عليه. زميلكم ده اسمه ايه طيب؟ طب حصل له حاجه؟ ايه؟ راح المستشفى؟ ده السيد مدير؟ انهي واحد اللي لابس الخوذه؟ ها؟ اسمه ايه؟ ده مدير الاداره حمال؟ مدير اداره حمال المدنيه في الجيزه؟ في الجيزه كلها؟ كلكم جيزه؟ انتوا الاداره العامه كلها؟ كلكم جيتوا طبعا النهارده؟ طيب خليني اقول لحضراتكم احفظوا برضو وجوه هؤلاء الابطال، لان دول ابطال مصر اللي كلهم صايمين. انتوا اتسحرتوا حاجه يا جماعه؟ ما لحقتوش تتسحروا طبعا. لا لا لا، ولا شربتوا ميه ولا تمر ولا اي حاجه، ما لحقتوش. هنفصل طبعا لانه موبايل هيفصل، وهنتابع مع حضراتكم تاني بعد 6 دقايق ان شاء الله في لايف جديد. لكن خليني ماشي اقرب نقطه اكبر. ده مدير الاداره العامه للحمايه المدنيه كلها؟ المساعد نفسه؟ ده المساعد؟ اللي لابس ملكي؟ اه. تعالى يا عمر. زي ما حضراتكم شايفين، بص يا فندم، بص المنظر، بص الجمال، بص اللي بيحصل، بص الكارثه الكبرى اللي حضراتكم بتشوفوها. طيب وخليني اقول لحضراتكم على تاني، هرجع واقول احفظوا وجوه هؤلاء الابطال. وعايز اقول لحضراتكم اللي في الصوره دلوقتي ده السيد مساعد الوزير للحمايه المدنيه والاداره العامه للحمايه المدنيه. هو لم يجلس في مكتبه، بصوا هات لنا كده الصوره عشان تشوفوا وزاره الداخليه بكل قيادتها متعاونه ازاي، متفانيه ازاي في حفظ هذا المكان ومحاوله السيطره. اللي حضراتكم بتشوفوه ده مساعد وزير مش قاعد على المكتب، مش قاعد بيتابع بالتليفون، هو بيحاول يطفي بنفسه وبشد. وبصوا بيعمل ايه، بصوا ليه بقى؟ لانه هؤلاء العظماء متدربين على اعلى مستوى في كيفيه السيطره على مثل هذا الحريق. بص المتابعه، لما يكون المدير فاهم ولما يكون الاداره اللي معاه فاهمه ويكون زملائه فاهمين وعارفين هيعملوا ايه ويوجهوا ازاي وايه اللي بيحصل. دلوقتي بنحصل عمليه تقريبا زي ما قال لنا عمليه اخباد وتبريد لهذا العقار المنهار، بيحصل عمليه او العقار اللي بيتحرق. هذه هي الصور الحصريه الكبرى لهؤلاء الابطال، احفظوا وجوههم. احنا بنعمل عمليه اخماد يا فندم صح؟ بص 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 اللي حصل هنا. بص زميله بيوجه، هات زميل ده احد دفاع الحمايه المدنيه. ايه؟
يلا ننهي. اذا مساعد وزير بنفسه بيحاول يحل كل الناس والاهالي. عمليات اطفاء مستمره بيتم دلوقتي، عمليات الاخماد والتبريد بيتبعوا دخان الوسائل الجديده المتحدثه الحديثه للاطفاء. عمليات الرش الذاتيه عبر الطرق الالكترونيه. هنتابع. يلا تواصلين مع حضراتكم في تلغراف ماتش. شكرا، كنت معاكم انا تامر مجدي وزميلي عمر ايمن في هذا اللايف المباشر لمده ساعه ونص. تابعنا مع حضراتكم حقيقه هذا الوضع، ماذا حدث في هذا المكان، حقيقه ما حدث في هذا التفجير او في هذا الحريق الكبير. محاوله كبرى من الحمايه المدنيه، هؤلاء هم الابطال، احفظوا وجوه هؤلاء الابطال مره ثانيه. هنقفل على هؤلاء الابطال اللي شافوا وجربوا واشتغلوا وتابعوا وحلوا معاهم. شكرا لحضراتكم، شكرا. تابعونا في تليجراف مصر، هنرجع لحضراتكم تاني بعد شويه.